حياتي للحضور. طبعا احنا انا غير راضي طبعا الاداء. اللعيبه بتاعتي يعتبر النهارده لم يؤدي شيء، اضاعوا نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي في حاله، فاعتقد المنافس كان اقل من المستوى المعهود في الفترات اللي فاتت، فعشان كده احنا اضعنا نتيجة ايجابية النهاردة. والدليل ان الفرص اللي جات علينا كانت فرص، ورغم ان احنا لعبنا حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة ناقصين واحد، النتيجة الحالة الفنية اللي كانت موجودة عليها، لو في فرقتي بتكلم انا حالة سلبية، الفريق المنافس كان اعتقد ان كان لو احنا في 50% من حالتنا كنا ممكن نعمل نتيجة ايجابية، لكن يعتبر المباراة بالنسبة لنا سلبية جدا، وكان في المتناول على لو أدينا بالأداء بتاع شغلنا اللي احنا بنشتغل بيه وأدائنا اللي احنا المعروف بيه، كنا على الأقل ما نخسرش. على الأقل عملنا تغييرات بناء على ظروف المباراة، النتيجة والأداء، أكتر من لعيب ما كانش في حالته، ثم حاولنا إن احنا ننشط قدرة هجومية محسوبة، لكن فوجئنا بالإصابة بتاعت إسلام صلاح، وإصابة مش شدة أو كده، إصابة في الركبة، فبالتالي دي مش ما كانش المفروض إن يعني تتعمل حسابها إن في يعني حاجة، دي مفاجأة يعني زيها زي الإصابات اللي هي مش في حسبان. طبعا وارد كل شيء، ولكن فرق معانا جدا ان احنا لعبنا ناقصين في وقت احنا كنا ممكن نرجع للمباراه بالتغييرات اللي احنا كنا نعملها، لكن النقص العددي فرق معانا جدا حوالي 25 دقيقه، ودي 25 دقيقه مع فريق كبير زي النادي الاهلي كتير. لكن الحمد لله على كل شيء، يعني لسه ان شاء الله نشوف نتدارك الاخطاء، ودايما في بدايه كل موسم بتوصل للأفضل، بتشوف الأوراق اللي عندك الجديدة والقديمة، ويحصل الانسجام بياخد وقت. طبعا احنا لعبنا بدأنا الموسم بدري ونهينا الموسم متأخر، فبالتالي كنا محتاجين فترة الإعداد بتاعتنا اللي اتعملت في مكثفة بشكل سريع، لكن في نفس ان شاء الله قادرين انا والجهاز ان احنا نتدارك الأخطاء. وهي جت مع فريق بطل الدوري ومنافس، لكن ان شاء الله قادرين ان احنا نشوف اخطائنا فين، وده طبيعي جدا، لازم انا كمدير فني وكجهاز الافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله، وسيظل في اخطاء، وسيظل اللعيبه اللي بتلعب بيها عامل التوفيق وعدم التوفيق في الحاله الفنيه بتاعتهم، على الاقل مش هتكلم على النتيجه، على يجيب جون او ما يجيبش جون، لا، الحالة الفنية مش مضمونة. تمام. بشكرك طبعا على كلامك، لكن انا زي ما قلت انا اخر تغيير عامله في الدقيقه حاجه و60، في طبيعي جدا، وحاله المنافس اللي موجوده تديك ان انت قادر ترجع المباراه بتغييرات. انا شايفها من وجهه نظر انا ان كانت هتبقى مؤثره، والدليل ان احنا حتى بعد ما يعني واحنا ناقصين حصل تغير شويه، وصلنا للجون بشكل معقول، لكن فده دليل ان التغييرات كانت هتبقى ايجابيه، ولكن نقص العددي مع فريق زي النادي الاهلي، لو فرقتين حتى في مستوى واحد، لو فرقه صغيره او فرقتين صغيرين او اي فرقتين في العالم، منتخب او نادي بيلعب ناقص فتره كبيره، فاعتقد مع الحاله البدنيه طبعا اللي موجوده
تأثر كتير، لأن احنا لسه في بداية موسم كمان، واحنا لاعبين كمان ماتشات افريقيا والماتشات اللي من 3 ايام. انا مش بقول حاجه، لكن انا التغييرات اللي اتعملت كانت قربت ان احنا نوصل، ما لحقناش ان احنا نشوف نتائجها. وفي نفس الوقت طبيعي ان انت غيرت تغييرين في اول 10 دقائق او ربع ساعه في الشوط الثاني، ثم التغييره الثالثه في الدقيقه حاجه و60، يعني كان فاضل حوالي 25 دقيقة مثلا تقريبا. فده طبيعي، طبيعي ان انت عايز تكسب او عايز تعوض الخسارة. انا اتعودت ان مش ما بسمعش مجازفة، لكن لابد ان انت لازم تعمل، يبقى ليك رد فعل محسوب، لكن في نفس الوقت القدر ربنا بقى مش بتاعي ان لعيب يطلع اول تغيير بعد التغيير الثالثة يروح نازل على ربيته تلف، دي مش بتاعتي انا بقى. ربنا اليوم كله مش بتاعنا. لكن اللي انا زعلان عشانه ان النهارده على الاقل لو انت في 50% من حالتك ما تخسرش، مش هقول اكسب، بلاش اقول اكسب، ما تخسرش على الاقل، لان النادي يعني بلاش، عشان المنافس كان في حاله ممكن تاخد نقطه، والاهداف والفرص اللي جت قليله. الهدف اللي جه بمهاره فرديه طبعا من كلوبالي طلع في خطا في تمركز في بعض، سواء الراجل اللي طالع معاه او حارس المرمى. الكره الثانيه كانت كورنر لينا، الرجوع والارتداد حصل كمان، الكره كان في المتناول شطه ان هو يشيلها. الجون برده كان ممكن يطلع، يعني جون مش فرصه، الموضوع مش فرصه. فعشان كده مفيش فرص حقيقيه اقول ان هي راحت علينا كتير. ولو النادي الاهلي في حالته كان ممكن يبان الفرق اللي انا بقوله.